ومن اكتفى أثره وسار على دربه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم ممن قبل صيامه وقيامه وغفرت ذنوبه وآثامه واعتقت رقبته من النار، إنه علي على كل شيء قدير. لا يزال كلامنا يعني موصولا بما سبق عن المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى. وقد سبق أن ذكرنا أن الله يحب أشياء، وذكرنا أن مما يحبه الله عز وجل الصابرين، والله يحب الصابرين، وذكرنا أيضا أقسام الصبر. أيضا يحب الله سبحانه وتعالى المحسنين، يقول عز وجل والله يحب المحسنين. والإحسان هو أداء العمل على أفضل درجة، لأن الله كتب الإحسان في كل شيء حتى في الموت. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم يعني شفرته وليرح ذبيحته. فالإحسان مطلوب، وهو أيضا من مراتب الدين. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني حينما تمارس هذا العمل تشعر بالرصد الإلهي والمراقبة الربانية، فتحس وأنت تؤدي العمل هذا أن الله عز وجل مطلع عليك، ولذا تبذل في أدائه أفضل يعني ما عندك، بحيث لا تقدم إلا أفضل شيء. عقيدة تكون صافية، وعبادة تكون فيها اتباع وخالصة، وأيضا أعمالك كلها صالحة، أخلاقك كلها مستقيمة، علاقاتك كلها قويمة، أمورك كلها طيبة. ليش؟ لأنك تحس بأنك تحت النظر الإلهي، وأن الله عز وجل مطلع عليك، أن تعبد الله كأنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وبهذا تنال محبة الله سبحانه وتعالى. والله يحب المحسنين. أيضا يحب سبحانه وتعالى التوابين، يقول عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التواب هو كثير التوبة، والذنب هو شأن العبد. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.